معاناة يومية يعيشها سكان باتنا بالمدخل الجنوبي للمدينة، حيث أصبح هذا المدخل يشكل نقطة سوداء بالنسبة لمستعمليه. استياء وتذمر للمواطنين بعد التأخر في إنجاز طريق حمل الرياض الذي كان من المفترض استلامه منذ أشهر. معاناة يومية في طريق هذه، اشترنا كرهنا اخويا شو يدرونا حل الطريق هذه ديما سيركيلاسيو يوميا سيركيلاسيو صباع شيا نص نهار. والله العظيم غير عينا غلبنا، هضرنا 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 هذا الطريق هذه، لو كان مسؤول يهزين ديسيزيون صغيره هذا دوختم الطريق هذه. انا نقراو درك على 8 على قدر راح نلحقوا. مناشدات تلو الاخرى من المواطنين للتسريع في انجاز هذا الطريق لفك الخناق وتسهيل حركة المرور. ورئيس بلدية باتنا يوضح بخصوص مشروع 1.5 كيلومتر لفك الخناق على المدخل الرئيسي حملة واحد، تم تخصيص مبلغ 3.9 مليار الشطر الأول، وتم تخصيص 5 ملايير بالنسبة للشطر الثاني خاصة بتعبيد الطريق وتم الإعلان عليه اليوم، كما خصصنا 1 مليار خاص بالإنارة العمومية. وفي انتظار استكمال الأشغال بهذا الطريق الذي يعتبر المنفذ الوحيد لقاطني القطب العمراني حملة، تبقى معاناتهم متواصلة إلى أجل غير مسمى.